ست أمل، صار دنيا ليل، سامر ما أدري وين مطلعها. شفتوا؟ شفتوا لك؟ سامر ده يشتغل ضدي، سامر يريد يصعد ضغطي. يابا أجيب لك حباية تهدئك؟ اسكت. لك يا حباية تهدئني؟ لك أمل؟ أكو حباية تطفي نار قلبي؟ عامر في دوار روح لك اهدى، لا يصير بيك شيء. اي طبني مرض، ولكم اذا صار بي شيء اخطيتي برقبتكم كلكم. امو الله يخليك، ممكن بس شويه تهدأ؟ لان قلقتنا كنا وياك. طبعا انتم ما مهتمين، لان انتم اللي خليتوا سامر يكسر الباب ويطلعها. ولكم سامر ما عنده اصول، بس انا اللي راح اخليه عنده اصول من ام داكم وام داني. تفضلي حبيبتي، وبعد لا تقفلي. كابتن أرجوك لا تفهم الموضوع غلط. ليش فرات؟ ليش أخابرك ما تجاوب؟ خليتي قلق على سحر ما أعرف شو أسوي. فرات ما له علاقة بالموضوع، هو نسى تليفونه بالبيت وأنا تليفوني بقيته مغلق. هاي سوايا تسويها؟ يعني أنا لو ما لاقيكم شو أقول للعامر؟ هو بأي شيء يتصور بأنه أنا مساعدكم؟ ما يصير. أنت ذا شجعها يا فرات. لا كابتن، أنا ما دا أشجعها. أنا قلت لها ناخذ موافقة سامر، إذا وافق نتزوج، ما وافق ما نتزوج. إذا كنت موافق فهسه نهائيا بعد ما راح أوافق. أنت المفروض تحافظ عليها وتجيبها بسيارتك للبيت، مو تفرفر بيها. يلا تفضلي، ساعدي بالسيارة. عندك جنطة. جنطة. يعني ناويها تطلعها من البيت، مو؟ تفضلي تفضلي تفضلي.